اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج اوقات مع شيماء عماد. الحقيقه الاسبوع ده احتفلنا بذكرى اليوم العالمي للمراه، كان بالتحديد يوم 8 مارس. اتحدد اليوم ده في منتصف القرن العشرين، يعني سنة تحديدا 1945، وكان الاحتفال ده على إثر أول مؤتمر نسائي للاتحاد النسائي في منتصف القرن العشرين سنة 45 في باريس. إذن بدأ هذا الاحتفال من وانطلق من باريس. أجمل مفاجأة حصلت لنا في هذا اليوم وأجمل هدية حصلت لنا في هذا اليوم تنفيذ توجيه سيادة الرئيس بالتوصية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، ووجه سيادة وزير العدل بالاحتفال، الخبر معانا على الشاشة، بالتوصية بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة وفي مجلس الدولة. الحقيقة الخبر ده يعتبر انتصار كبير للمرأة المصرية ويعبر عن ثقة كبيرة في الدولة المصرية وسيادة الرئيس والمجتمع المصري كله في المرأة المصرية ودورها وقدرتها على تحدي كل الصعاب والمشاركة جنبا إلى جنب مع الرجل المصري. تحية للقيادة السياسية، تحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية للدولة المصرية، تحية لكل أم ولكل بنت ولكل سيدة بتشارك وتحاول أن تثبت وجودها في تحدي الصعاب وفي مختلف القطاعات، سواء كانت قيادية أو تطوعية. دور المرأة المصرية في أزمة كورونا يعتبر أكبر دليل على كونها صمام الأمان في المجتمع المصري. دورها ده ما اختلفش على فكرة، دورها في المنزل والتحديات اللي واجهتها في هذه الجائحة، ودورها طبعا في وزارة الصحة بداية من وزيرة الصحة وجميع الطبيبات وأطقم التمريض والجيش المصري، أثبتوا بجدارة أنه المرأة المصرية هي صمام الأمان في المجتمع المصري. ولا ننسى مقولة الكاتب والأديب المصري الكبير توفيق الحكيم عن المرأة، إن عقل المرأة إذا ذبل ومات فقد ذبل عقل الأمة كلها ومات. الحقيقة كان خبر سعيد جدا، وكلنا حسينا انه احتفال مختلف واضافة لتمكين المرأة المصرية في السبع سنين اللي فاتوا تحديدا، وانجاز يضاف لانجازات زيادة نسبة المرأة في مجلس الشيوخ وفي البرلمان وتمكين المرأة في مجالات كتير. لكن اللي حصل ان احنا اتفاجئنا على خبر يعني مفجع وبشع هز المجتمع المصري كله، وهي للأسف حادثة التحرش التي عرفت إعلاميا بحادث طفلة المعادي. هذا الحادث البشع إذا نم على شيء يعني فينم إنه ما زلنا لسه شوية. صحيح التحرش موجود في العالم كله، صحيح مثل هذه الأحداث موجودة في العالم كله، لكن يعني المجتمع المصري المفروض أنه ملتحف بالحاف الفضيلة والأخلاق من قديم الأزل. إيه اللي حصل للمجتمع وإيه اللي حصل في هذا المجال؟ الخبر معنا على الشاشة دلوقتي، خبر في جريدة بلدنا اليوم، خبير قانوني يفجر مفاجأة عن عقوبة المتحرش بطفلة المعادي. أستاذ أيمن محفوظ المحامي يفجر لنا هذا الخبر وهو معانا دلوقتي على الهواء. طبعا احنا يعني اكيد كلنا بنشعر بإحساس كل أب وكل أم عندهم طفلة، ممكن لو قلنا لهم نعمل ايه في هذا المتحرش اللعين ممكن يعني نسمع بقى ما بين شنق وخنق وتنكيل، وكله هو يستحق الحقيقة. وبصفة سيادة المستشار أيمن محفوظ أب قبل ما يكون رجل قانون، فهو عنده تعليق كبير ويفجر مفاجأة عن هذه العقوبة للمتحرش. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه شيماء، بحييكي وبحيي غيرتك على كل المكتسبات اللي بتكتسبها المراه، وبحييكي على اثاره هذا الموضوع الخطير.
كل التحية لحضرتك، احنا اللي سعداء جدا بحضرتك فعلا، نبض كل الاحداث اللي بتحصل فعلا، اي حدث بيحصل في الفترة الاخيرة بنلاقي حضرتك يعني متابعه، عندك وجهة نظر تضيف للمجتمع. عايزين نعرف ايه المفاجأة، هي طبعا مفاجأة غير سارة اللي حضرتك فجرتها بالنسبة لهذا المتحرش وعقوبته الجنائية. أولًا حضرتك بدأت حديثك بالحديث عن اليوم المرأة العالمي، وأنا من خلال برنامجك العظيم أنا عايز أشكر في البداية السيدة العظيمة التي لم تحسب المخاطر ولم تحسب أي حسابات وأنقذت هذه الطفلة، السيدة التي كشفت الجريمة. أنا بحييها من خلال حضرتك في البداية، وإنها لم تخضع لأي وعد ولا وعيد من الجاني، وأدت بشهادتها أمام سلطان التحقيق. إحنا بنحيي المرأة المصرية أكبر بشخصية هذه إثبات يا المرأة فندم العظيمة. إن إحنا عندنا لا حد بيفكر في دين ولا حد بيفكر في لون ولا حد بيفكر في، هي تحركت من منطلق إن هي مصرية وإن الطفلة دي طفلة مصرية. اسمح لي أوجه يعني معاك التحية يعني لهذه الطبيبة أو السيدة العظيمة. هي دي حقيقة السيدة المجتمع، ده المصرية المجتمع، العظيمة ده المجتمع والمجتمع المصري بصفة بالظبط عامة. بالظبط. بس احنا عايزين نبدأ كلامنا، احنا عايزين نسأل سؤال، ماذا كان بين أسرة هذه الطفلة الضحية الفقيرة وبين الله أن يحمي يستر عرضهم ويحفظه، وما بين الجاني وما بين ما هتك الله ستره وفضحه على مرأة ومسمع من الأشهاد. احنا عايزين قدام نموذج جديد من المجرمين، أيوة. نموذج الشيك، أيوة. عشان كمان برضو ما تخدعناش المظاهر، المظاهر قد تكون خداعة. اهو ربنا بيدينا مثال ان أسرة الطفلة الضحية الفقيرة هي عند الله افضل، وحافظ الله سترها. أسرة وانا كادحة يا بيحسبونا فندم، ملابس يعني الغريب. أسرة كادحة، وده اللي مخلي عند كل المجتمع إحساس بالمسؤولية عن هذه الطفلة، لأن الأسرة أسرة كادحة محترمة لم تتجه لأعمال منافية للآداب، لذلك فعلا يمكن ربنا يعني وقف جنبهم في مثل هذا الموقف. أنا معلوماتي طبقا لموقع اليوم السابع أنه وجه للمتهم خطف بالتحايل، هذه التهمة، وتمت الإحالة طبقا لوصف المادة 289 ده أولا. إيه رأي حضرتك في هذا؟ فندم هو تم إحالة المتهم طبقا لنص الماده 269 من العقوبات، من قانون العقوبات، وهي التي تجرم هتك العرض، وهو ملامسه اي موطن من يعد عوره في الانسان بقصد الحصول على منفعه جنسيه. هو ما جاء دي على التهمه موقع الاولى. اليوم السادس يا السابع يا استاذنا، انت عارف حضرتك بنحب نسمع منك بالتفاصيل لانه حضرتك فعلا بتهتم انا بمثل اكمل، طيب اكمل الماده 289 والماده 268 و267، معلش نفهم بقى الجمهور وافهم انا معاهم بعد اذن حضرتك، لان الموضوع ده يعني مؤثر في الكل. يعني بغض النظر عن ارقام المواد، هو التهمه الموجهه لي هو الخطف وهتك العرض. ايوه، الخطف بالتحايل وهتك بالتحايل، العرض، تمام. ودي عقوبتها لا تقل باي حال من الاحوال عن 7 سنوات. ولكن هناك في اصلا ضحيه اخرى كانت ضحيه الاخلاص للصداقه والخيانه للمجتمع والخيانه للعداله، وهو صديق المتحرش الذي امرت النيابه العامه حبسه وتوجيه تهمه اخفاء الادله طبقا للماده 144 و145 من قانون العقوبات، والتستر على مجرم. طب إخفاء 7 سنين الأدلة ده والتستر على كافي مجرم هي جريمة. سيادة المستشار، 7 سنين ده حتى لو خد الـ يعني العقوبة القصوى ده كافي؟ لا، العقوبة الدنيا أقل عقوبة ممكنة قد يحصل عليها هذا الجاني هي 7 سنوات. ما هو المشكلة يا فندم انه القصوى. يعني هو اصلا يعني هو خطف، يعني احنا لما نيجي نحط كده البنود بتاعت القوانين، يعني اولا هو خطف، يعني هيبقى فعلا يطبق ان هو تم الخطف ولا لانه البنت مشيت يبقى هو مش خاطفها وما كانتش يعني قيد الإقامة الجبرية في اي مكان. احدى صور التحايل سيدتي الكريمة هو الخطف، احدى صوره هو التحايل، فالخطف سواء كان بالإكراه أو بالتحايل لا يختلف الأمر، لكن هو إني آخذ شخص من مكان دون إرادته وتوجيهه إلى مكان آخر سواء كان بالتحايل أو بالخطف.
احنا كنا عايزين اعدام يا فندم، دي بنتنا كلنا. انا يعني الموضوع ده مش قادره اقول لك مأثر فيا قد ايه. انا الاعدام على حسب ما بحثت يعني على قدي، انه اذا اقترن الخطف بتهمه الموقعه او هتك العرض قد تصل المده الى سجن مؤبد او اعدام. احنا عايزين الاعدام ايوه عشان يا نرتاح. فندم الكلام ده حصل فعلا في تعديل للقانون، حصل فعلا. وهي التهمه الذي قد توجه الى المتهم وقد تصل به الحكم من العقوبه الدنيا 7 سنوات الى الاعدام، اذا اقتنعت المحكمه بادله الدعوه قد تصل العقوبه الى الاعدام. وهذا ما يشفي ما في صدورنا من غل نحو هذا المتهم الذي انتهك عرض طفله بلا ذنب وبلا اراده لمجرد انها تطمع في جنيه. الراجل ده استغل وسامته انه محدش شك فيه عشان يخطف البنت ديت عشان يمارس معاها. احنا يا فندم يعني اولا الضغط المجتمعي، لان كلنا امهات وابهات وعندنا اخوات صغيرين وعندنا بنات، دي نمره واحد. نمره اتنين انه من امن العقاب اساء الادب. فاذا كنا بنفتح الموضوع ده اولا عشان الثار للبنت اللي احنا بنقول انها من الطبقه الكادحه اللي هي في رقبه المجتمع وفي رقبه كل بيت مستقر مننا، ثانيا الردع يا فندم. لو هو من الاول عارف انه هيتعدم، اعتقد انه يعني احنا لازم نوسع متابعه هذا الموضوع اعلاميا، لانه عشان الردع لغيره او اي حد تساوي له نفسه. اتفضل يا فندم. اتضمن معك بشده سيدتي، اتضمن معك بكل شده، واطالب باعدام مثل هؤلاء المتحرشين وهؤلاء الذئاب البشريه. انا اطالب ان الاعدام يكون مصير ليهم، لكننا امام قانون وامام قناعة لعدالة المحكمة هي التي تطبق. طب قانون الطفل المصري يا فندم، قانون الطفل المصري مش المفروض ان هو بيدي مضاعف عقوبة مضاعفة للحد الأدنى، عقوبة مضاعفة لأي جريمة تقع على طفل. ده قانون الطفل بيقول كده. احنا بنناشد من خلالك ومن خلال برنامجك العظيم ان توقيع عدالة المحكمة على هذا المتهم وما شابهه بأقصى عقوبة ممكنة، لأن تصديقا لكلام حضرتك من أمن العقاب أساء الأدب. كل الشكر لحضرتك سيادة المستشار، وميرسي جدا على متابعتك معانا دايما، وحضرتك يعني من الداعمين لهذا المجتمع ومن الداعمين لبرنامج أوقات بجميع الاستشارات القانونية. أعزائي المشاهدين، هذا المتحرش يعني ما أعتقدش أن احنا هيشفي غللنا غير الإعدام. عقوبة الإعدام هتوقف ناس كتير قوي عن ممارسة مثل هذه الرذيلة. طبعا كلنا ثقة في قضاء مصر الشامل وفي كل المساعي لتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري من جرائم خطف أو ما إلى ذلك. ونرجع نقول أنه أخلاقنا لازم تكون، والحمد لله كان في جزء إيجابي. السيدة العظيمة الطبيبة اللي استطاعت أن هي تفضح هذا المتحرش. كل ست مصرية لازم تعرفي أن أنت قوية، انت بتعرفي تعملي، انت بتضيفي. هذه السيده لو كانت قالت انا مالي، كان ممكن المتحرش يعني طفله واثنين وثلاثه وتبقى حكايه لو كانت خافت. هي لا تخاف، المراه المصريه قويه من قديم الازل، المراه المصريه عظيمه، المراه المصريه تضيف. احنا الان في مرحله التمكين، في مرحله لفظ كل ما هو مسيء للمراه او يقلل من دورها او يقلل من المساواه بينها وبين الرجل او التمييز. احنا في مرحلة بننعم وبنسعد وبنفخر ان احنا فيها. كوني قوية، كوني شجاعة، شجعي غيرك من النساء. ان شاء الله انتظرونا الفقرة القادمة ومعانا عظيمات من الوطن العربي، احد القيادات في أو نسميهم شبكة إعلام المرأة العربية، وهنستمتع بقيادتها من الوطن العربي كله، أحد منظمات المجتمع المدني. انتظرونا فواصل ونرجع لكم.